قلنا طريقة ولا ميزانية البرامج هي الطريقة الميزانية التي تجمع الاعتمادات المخصصة للوزارات حسب البرامج. يعني يا جماعة كانت تقبل عندنا ميزانية تسيير وميزانية تجهيز، وقلت عندنا وحدها وميزانية تسيير وحد، وقلت عندنا ميزانية برامج. يعني كل وزارة الاعتمادات نتاعها راهي تظهر في قانون المالية على شكل برامج. يقول لك جماعة برامج ما يروحش مخطوب به، هو البرنامج هو مجموعة من الاعتمادات التي تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية. يعني ما تروحوش البرنامج تجهيز عمومي ولا صفقة ولا المفاهيم تاع البرنامج بمفهوم القديم، لكن البرنامج هو مجموعة من الاعتمادات التي توضع تحت تصرف الوزير. يعني عندنا كل وزير عنده محفظة من البرامج. المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لا راهي برنامج لا راهي نشاط. المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري تدي إعانة من الاعتمادات هذيك برك. تقعد المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري اسمها مؤسسة عمومية ذات الطابع الإداري، الحاجة اللي تسيرها من ميزانية العامة للدولة تسلم منها إعانة. يعني كنشوفوا الاعتمادات مسؤول خذ اجمع. يعني كنشوفوا اي وزارة راهي تتكون الاعتمادات نتاعها في قانون المالية راهي تتكون من مجموعة من البرامج، هذا محفظة البرامج على البرنامج. يعني نقولوا مؤسسة الوزارات هي اللي معنية بمحفظة البرامج، المؤسسة العمومية ماهيش معنية بمحفظة البرامج ولا معنية بالبرامج، لكن المؤسسة العمومية تدي إعانة بالبرامج هذا واسمه فعليا مقرر إعانة. في هذا الإطار مثلا عندنا رئاسة الجمهورية عندها البرامج هذا، عندنا وزارة الدفاع الوطني مرتبين حسب واحد السيادة نتاعها مصالح الوزير الأول، عندها مجموعة من البرامج. شوفوا جماعة هنا مجموعة من البرامج ومجموعة من الاعتمادات. يعني وش تسال وزارة الدفاع الوطني مثلا، هاي وش عندها اعتمادات في شكل رخص التزام واعتمادات دفع، أبار الاعتمادات هذه ما يكونش عندها اعتمادات واحدة أخرى. كذلك بالنسبة لمصالح وزارة المالية، وزارة المالية عندها مجموعة من البرامج. تسمى وزارة المالية عبارة عن محفظة، معايا محفظة تاع البرامج. يعني المنطق نقولوا ميزانية برامج انه كل وزارة عندها مجموعة من البرامج، مجموعة من البرامج نخص بها برنامج تجهيز عمومي، لكن مجموعة من الاعتمادات المقسمة حسب مجموعة من البرامج اللي عندها استراتيجية، كل برنامج عنده هدف. هذا ايش نخص به ميزانية البرامج. اي وزارة تجي في بالك عندها محفظة، وبالتالي بصفتكم إطارات نورمالمون كل مسؤول ولا كل موظف ولا كل إطار يكون على الأقل عن باله بالوزارة تاعه واش عندها محفظة. المحفظة تاع البرامج في الوزارة تاعه يكون عن باله بها، على خاطر من بعد راح يتعامل معاها، يتعامل يرسل المحفظة هذيك ويرسل فيها اعتماداته على شكل برامج. مثلا عندك 4 برامج وعدد البرامج يا جماعه ولا التسميه تاع البرامج او يختلف من وزاره الى اخرى. ماهوش باكزومبل كل وزاره لازم عندها 4 برامج، كان وزارتك عندها 7، وزارتك عندها 3، وزارتك عندها برنامج واحد حسب الاهداف وحسب الاستراتيجيات وحسب الحاجه تاع البرنامج هذا. برنامج الإدارة العامة على خاطر هو برنامج الإدارة العامة الحاجة اللي مشتغل فيها الوزارات الكل هي لي بي لي صالير. نقولوا برنامج الإدارة العامة أي موظف راهو يسال، يعني حاجة مشتركة ولا نفقة مشتركة هي لي بي. هذيك نلقوا برنامج الإدارة العامة في أغلب الوزارات.
يعني بالنسبة لبرنامج الإدارة العامة الخاصة بالوزارة تاعكم راكم منطوع منه يعتبر من البيت تاعكم بعد. راح يكون المحفظة راح تلم كلش تاع 58 ولاية. المحفظة راح تلم والبرامج راح تخص 58 ولاية. من بعد يتم التقسيم تاعها وفق خطوات وإجراءات محددة. درك نشوف درك نحن قانون المالية خرج لنا هذا القانون المالية الجدول باء. يقول لك الهدف اني نقول لك ميزانية برامج أباها نحط المنظور تاعكم يتضح لك مش معناها ميزانية برامج. ما انت انه كل وزارة عندها مجموعة من البرامج. فيها ايكيبمون، فيها فيكسيمون، فيها لي بي، فيها اي نفقة تجي في بالك. استثمار. كلش. اي حاجة تجي في بالكم راهي الاعتمادات تاعها راهي مندرجة ضمن البرامج هذه. وكل وزارة عندها البرامج تاعها، يعني حسب الخصوصية. مثلا برنامج وزارة الخارجية عندك النشاط الدبلوماسي والقنصلي وبرنامج الإدارة العامة، هذه عندها زوز، هذه بس وزارة الداخلية عندها برنامج حركة الأشخاص والممتلكات، دعم الجمعيات المحلية، تهيئة الإقليم، الأمن الوطني، الحماية المدنية، الاتصالات السلكية واللاسلكية والإدارة العامة. كل وزارة عندها مجموعة من البرامج، مجموعة من الاعتمادات مقسمة حسب مجموعة من البرامج. كنقولوا مجموعة من البرامج مقسمة حسب رخص الالتزام واعتمادات الدفع. رخص الالتزام مقصود بها واش تقدر تنقاش عند مراقب ميزانياتي بعد بسلك الجزء تاعها، اعتماد الدفع واش تقدر تخلص لدى المحاسب العمومي. هذا نظرة بسيطة على ميزانية البرامج. طريقة الميزانية هي طريقة الميزانية التي تجمع الاعتمادات المخصصة للوزارة حسب البرامج. كيف شفتوا درك يعني؟ راهو مثال عملي انه كل وزارة عندها مجموعة من البرامج اللي تضمن الاعتمادات المالية المخصصة لها خلال السنة. كذلك يتيح البرامج إمكانية ربط الموارد بالأنشطة وفقا للنتائج المتوقعة. انه كل برنامج عنده مجموعة من النتائج اللي لازم يحققها عن طريق الآليات ولا التقسيمات نتاعو. البرنامج هو بعد يتقسم، درك نشوفوا كيف يتقسم البرنامج. ما نقدرش البرنامج بالشكل هذاك ما نخليش نصرف الاعتمادات. مثلا عندي خمس برامج راح نصرف، راح نجيب خمسه امين بالصرف، ما نقدرش، لازم البرامج هذوك نزيد نقسم على حسب عدد ولا حسب الحاجه. كذلك يتم وضع البرنامج حسب الاهداف مع تحديد نتائج متوقعه واطار التقييم اللي هي مؤشرات الاهداف. يعني هذيك الاعتمادات المالية راح تكون مسحوبة بأهداف ونتائج مرجوة وتكون قابلة للقياس عن طريق مؤشرات أداء. كذلك هو أداة لتخصيص الموارد حسب الهدف، يعني موارد مخصصة حسب البرامج والبرامج مقسمة حسب الأهداف. هذا هو التقسيم، وبالتالي فإن الموارد مخصصة حسب الأهداف بالتعدي. هذا واش نقصد بها الميزانية حسب البرامج. التصنيفات نتاع الميزانية العامة جبنا فيما يخص الإصلاح هذا، جبنا تصنيفات جديدة. تصنيفات جديدة، تصنيفات للإيرادات وتصنيفات للنفقات. نحن في الجانب نتاعنا مادام رانا على المستوى المحلي مكلفين بتنفيذ النفقات العمومية، ما نش مكلفين بتحصيل الإيرادات، مكلفين بصرف النفقات وتحقيق الأهداف. وبالتالي سوف نركز على التصنيفات لأعباء ميزانية الدولة. الإيرادات راح نطرقوا لها بصفة مختصرة، ونطرقوا مباشرة للتصنيف تاع الأعباء تاع ميزانية الدولة اللي نخدموا به على المستوى المحلي. عندنا نسمى زوج تصنيفات، تصنيف للأعباء، تصنيف للموارد. بالنسبة للتصنيف تاع الإيرادات عندها ثلاث تصنيفات. عندك تصنيف حسب طبيعة الإيراد، وتصنيف حسب تخصيص الإيراد، وتصنيف حسب التحميل المحاسبي. يعني الإيرادات عندنا ثلاث أنواع من التصنيفات، وهذا حسب المادة 15 من القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمدمم، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 20-353 المؤرخ في 30 نوفمبر 2020 المحدد
العناصر المكونة لتصنيفات إيرادات الدولة، فإن إيرادات الدولة تخضع التصنيف التالي، يعني التصنيف تاع الإيراد، التصنيف تاع النفق. نحكم التصنيف تاع الإيراد عنده ثلاث أنواع من التصنيفات، اللي هو التصنيف حسب طبيعة الإيراد، تصنيف حسب تخصيص الإيراد، وتصنيف حسب التحميل المحاسب. أولاً التصنيف حسب طبيعة الإيراد، عندنا هنا ثمانية أصناف، ودي نجدها كيف قلنا في المرسوم التنفيذي رقم 20353، اللي هي الإيرادات المحصل عليها من الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا من حاصل الغرامات، مداخيل الأملاك التابعة للدولة، وكذا مداخيل المساهمات المالية للدولة وكذا أصولها الأخرى، المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوة، وكذا مختلف حواصل الميزانية، الحواصل الاستثنائية المتنوعة، الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا، الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسويقات وتوظيف أموال الدولة، وتسند العناصر المكونة لتصنيف الإيرادات حسب طبيعتها إلى ترميز ذي مستويين، اللي هو المستوى الأول المادة والمستوى الثاني الخام، يعني فيها رقمين، الرقم الأول يعبر عن المادة والرقم الثاني يعبر عن الخام. يعني كنقولوا المادة مثلا، المادة واحد نخص بها الإيرادات المتحصل، المادة اثنين نخص بها مداخيل الأملاك، المادة ثلاثة نخص بها مداخيل المساهمات، المادة ستة الحواصل الاستثنائية، والمادة ثمانية هي الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات. المستوى الثاني الخان، المستوى المبين لطبيعة النوعية والاقتصادية للإيراد. نشوفوا هذا التصنيف، نلقوه في المرسوم التنفيذي رقم 20353 ها في الجريدة الرسمية رقم 2 المؤرخة في 6 ديسمبر 2020 73، هو مرسوم تنفيذي رقم 20353، ينقسم اللي هو هذا الفئة الأولى، الفئة الأولى 1-1 هي الضرائب على المداخيل، يعني 1-2 هي دائما أن الواحد يعبر عن الفئة، عندك الرابعة هي الحقوق، وكيف شفنا من رقمين، الرقم الأول يعبر عن الصنف، والرقم الثاني يعبر عن الرقم الأول يعبر عن المادة، والرقم الثاني يعبر عن الخام. هذا فيما يخص التصنيف، كتشوفوها ذي رقمين، نلقوه في مرسوم التنفيذي 20353، عندنا 8 مواد والعديد من الخانات، يعني كي نلقوه هذا نلقوه في مرسوم التنفيذي رقم 20353، هذا يعتبر مثال. التصنيف الثاني هو التصنيف حسب وجهة الإيراد، حسب وجهة الإيراد المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 20353 هي الإيراد المتأتي من الجمعات المحلية، الإيراد من المتأتي من الحسابات الخاصة بالخزينة، الإيراد المتأتي من صناديق الضمان الاجتماعي، الإيراد المتأتي من هيئات تحت الوصاية، والإيراد المتأتي من وجهات أخرى. هذا فيما يخص حسب وجهة الإيراد. كذلك عندنا التصنيف حسب التحميل المحاسب، نصت عليه المادة 7 من المرسوم التنفيذي 20353، يحدد تصنيف الإيراد حسب التحميل المحاسبي طبقا للتشريع والتنظيم المحاسبيتين المأمول بها، يعني ما زالت راح تخرج نصوص تشريعية وتنظيمية لتحكم تخص التصنيف حسب التحميل المحاسبي. المادة هامة، كاين ملاحظة هامة، كاين يا جماعة ممكن لاحظتوا ان قاعدين نقولوا القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بالقوانين المالية المعدل والمتمم، يا اخي قلناها. قد يتساءل البعض يقول لك المعدل والمتمم السيد القانون كما خرج في 2018
بدينا نطبقوا فيه الأسبوع الفارط كيف نقول معدل المتابع. في هذا الإطار فإن التعديل تاعو جاء عن طريق القانون العضوي رقم 19/9. في المبدأ دائما قانون عضوي يتم تعديله عن طريق قانون عضوي في إطار توازي الأشكال. الحاجة اللي جابها التعديل هذا أنه فيما يخص الجانب تاع المحروقات لزمتنا مرونة على من أجل إحداث بعض التغييرات اللي ما لازمش باكزومبل نستنوا قانون مالية باش نعدلوه ولا نعدلوها في قانون مالية، لكن مشرع من أجل منح المرونة في مجال المحروقات باش حتى نضبط السيادة الوطنية والمصالح الخارجية تاع الجزائر، أعطى شغل في مجال التحصيل تاع الضرائب وبعض الأحكام الخاصة بالمحروقات دخل هنا بالقانون العضوي 15/9 باش عدل أحد المواد اللي ها اللي غير أنه زاد المادة هذه فيما يخص النظام الجبائي تاع المحروقات، غير أنه نظام الجبائي المنطبق على النشاطات الأفقية المتعلقة المرتبطة بقطاع المحروقات أن ينص على إحكام مذكورة على غير عن طريق قانون خاص باستثناء تلك المتعلقة بالإعفاءات الجبائية. قال لك واش قال لك واش كان قبله؟ قال لك تنص قوانين المالية دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل إخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي. قال لك هذم تقدر نعملهم قانون خاص، غير أنه يمكن نظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن ينص على على الأحكام المذكورة عليه عن طريق قانون خاص، يعني قانون خاص فيما يخص وعاء ونسب وكيفية تحصيل إخضاعات غير باستثناء تلك المتعلقة بالإحفاءات الجبائية. يعني شفت عن بالكم في الساحة السياسية أنه قطاع المحروقات قطاع حساس وقطاع كيف يقولوا سنسيبل ولازم ليه المرونة في إصدار النصوص القانونية، وبالتالي من أجل هذا جت المادة هذه اللي تعدل القانون العضوي رقم 18/15. عندك التصنيف اللي يهمنا واللي نخدموا به واللي يهمنا نحن كمصالح آمنين بالصرف ومحاسبين عمومين وآمنين بالصرف هو التصنيف تاع أعباء ميزانية الدولة. نحن ما دمنا نصرف الاعتمادات التركيز نتاعنا راح يكون على الأعباء، والتصنيف نتاعنا راح يكون الأعباء، والإصلاح في الجانب الكبير نتاعو جاء تاع الأعباء. فيما يخص الإصلاح الإصلاح تاع التصنيف تاع الأعباء، كنا التصنيف تاع الإيراد كملناه، دوكا رحنا للتصنيف تاع الأعباء تاع ميزانية الدولة. أخي هكا التصنيف تاع النفقات ولا أعباء ميزانية الدولة عندها ربع أنواع من التصنيفات أم نفس الاعتمادات، ولكن مصنفين كل مرة عندهم تصنيف من زين أم نفس الاعتمادات. مثلا نقول له مليار، نفس المليار اللي يخص مثلا المحفظة ولا برنامج راح يكون هو نفس، ولكن عنده كل مرة يتصنف تصنيف من زين. في هذا الإطار عندنا تصنيف حسب النشاط، تصنيفات النوع الأول من التصنيف هو التصنيف تاع الأعباء تاع ميزة الدولة حسب النشاط. النوع الثاني هو حسب الطبيعة الاقتصادية. النوع الثالث حسب الوظائف الكبرى للدولة. والنوع الثالث الرابع حسب الهيئات العمومية المكلفة بإعداد ميزانية الدولة وتنفيذها. بيقولوا يا جماعة تصنيف حسب النشاط، تصنيف حسب النشاط هو نقصد بها كيف شفنا يا اخي شفنا محفظة البرامج يا اخي شفتها محفظة البرامج، البرنامج اللي يعتبر تقسيم لمحفظة البرامج، البرنامج الفرعي اللي يعتبر تقسيم للبرنامج، والنشاط اللي يعتبر تقسيم هو كذلك للبرنامج، والنشاط الفرعي اللي يعتبر تقسيم للنشاط. فهمتها النقطة هذه؟ لو كان عاود تاني. فيما يخص عندنا قلنا تقسيمات الاعتمادات، عندنا محفظة البرامج كيف شفتها هي توضع تحت تصرف الوزير. محفظة البرامج هذه
تتكون من مجموعة من البرامج. معناتها عندك محفظة برامج التقسيم تاعها هي برامج. البرامج هذيك عندها نوعين من التقسيمات، عندها تقسيم حسب عندها تقسيم وظيفي وتقسيم عملي. التقسيم الوظيفي نتاع البرنامج هو البرنامج الفرعي. وش معنى تقسيم وظيفي؟ وش معنى تقسيم عملي؟ عندك البرنامج كذلك عنده البرنامج عنده تقسيم وظيفي اللي هو البرنامج الفرعي، والبرنامج عنده تقسيم عملي اللي هو النشاط، والنشاط عنده تقسيم عملي اللي هو النشاط الفرعي. وش معناتها تقسيم وظيفي وتقسيم عملي؟ تقسيم وظيفي ما عندوش مسؤول، ما عندناش حاجة اسمها مسؤول برنامج فرعي، لكن عندنا مسؤول نشاط وعندنا مسؤول نشاط فرعي. يعني تقسيم وظيفي البرنامج هذا عندوش مسؤول. هنا نستنتجو المتدخلين ولا اللحاي القبعات الجديدة يشربوا جدد اللي راح تلبسوا. عندك محفظة البرامج هو الوزير عنده شابو نتاع مسؤول نتاع وزير، شابو نتاع مسؤول محفظة البرامج. عندك مسؤول البرنامج، مسؤول البرنامج عندك البرنامج تقسيم يقبله مسؤول. عندك محفظة البرامج تقسيم محفظة البرامج قبلها الوزير. عندك برنامج هو عبارة عن مسؤول يقابله مسؤول، اسمه مسؤول البرنامج، مصطلح جديد. هو تقسيمات هذا يقابلها مسؤولين، المسؤولين هذا هم يلبسوا قبعات جديدة. عندك محفظة البرامج المسؤول تاعها هو دائما الوزير. عندك البرنامج المسؤول تاعه هو مسؤول البرنامج. عندك البرنامج الفرعي مسؤول تاعه شكون؟ ما عندوش مسؤول لأنه تقسيم وظيفي. عندك النشاط المسؤول تاعه هو مسؤول النشاط، والنشاط الفرعي عند الاختبار المسؤول تاعه هو مسؤول النشاط الفرعي. سمى كيف التقسيم كيف الاسم زيدوها غير كلمة مسؤول. هذوما يعني الاعتمادات يا جماعة، الاعتمادات كنت عندنا نحن في قانون المالية حبسة لهنة يا أخي. هكا قانون المالية كشفتوه بكام هي حبسة لهنة الاعتمادات يا أخي هكا. نحن والتنفيذ تاعنا في قانون يكون في النشاط، النشاط ولا النشاط الفرعي؟ نشاط ولا نشاط الفرع؟ يعني ننفذوا، يعني نقوموا بالصرف تاع النفقة معايا، الصرف تاع النفقة يكون لهم معايا، الصرف تاع النفقة وفي هذا المستوى. نحن قانون المالية حبسلنا لهم يا أخي هكا، يا أخي هكا قانون المالية كشفنا بقال يا أخي محفظة البرامج ومجموعة من البرامج برك. نحن الهدف نتاعنا في الطرح الجديد انه نوصل الاعتمادات للهنا باش يصرف. في هذا الاطار قلنا هو مسؤول محفظة البرامج هو الوزير، مسؤول البرنامج راح يكون عندنا مدير عام ولا مدير مركزي ولا على مستوى الوزارة. فهمتها؟ هذه يا جماعة تقسيم هذا، او كل وزارة عندها تقسيم منفصل. مش معناها عندنا تقسيم هذا والتقسيم هذا على مستوى كل وزارة، مش على مستوى وزارة المالية وما هوش على مستوى وزارة واحدة ولا لكن كل وزارة عندها تقسيم هذا. مثلا هنا وزير التعليم العالي مسؤول برنامج نتاع مثلا الحياة الطلابية، عندك يكون مسؤول برنامج، يكون مسؤول نشاط مثلا هو مدير الولاية. هذا واش نقصدو باكزومبل هنا مسؤول محفظة البرامج هو الوزير في الحياة كيف نقولوا نحن عملية، هو الوزير هو مسؤول محفظة البرامج، ما كانش أكثر وزير مسؤول محفظة، مسؤول البرنامج عندك البرنامج المسؤول تاعه اسمه مسؤول البرنامج، التعيين تاعه راح يكون من اختصاص مسؤول المحفظة، يعين اللي يحب
مدير عام، مدير مركزي، مدير فرعي، اللي يحب يعين، لكن راح يكون على مستوى المركز. مسؤول برنامج الفرعي ما كانش يا اخي هكا، مسؤول نشاط راح يكون عاده المدير الولائي، مسؤول نشاط الفرعي راح يكون تقسيم ادنى من مدير الولائي. مدراء مثلا، المدراء الفرعيين مثلا تاع الكليات هكذا تاع الكليات، في هذا الاطار يعتبر هذا تقسيم مهم جدا. ما دام يا جماعه التقسيم هذا ما دام يظهر في قانون المالي ويظهر في مراسم التوزيع تاع الاعتمادات ويظهر يكمل معانا حتى تنفيذ النفق، يعني الاعتمادات الماليه اصلا، الاعتمادات الماليه راهي تنفذ لها. ممكن تستبق الاحداث نقول لكم حاجه، قانون الماليه يحبس لها يا اخي هكا، مرسوم توزيع الاعتمادات يحبس لها، مرسوم توزيع الاعتمادات يحبس لها. نحن الهدف تاعنا وصل صارت لها، أباه يبدا يوصل لها. واش معناها التنفيذ لها؟ معناتها الالتزام والتصفيه والامر بالدفع، والدفع راح تتم على هذا المستوى معايا. يعني الخدمة تاعنا تاع نصرف الصوار تصرف لهنا الصوار، ما تصرفش لهنا، ما تصرفش لهنا، ما تصرفش الفول، تصرف لهنا برك. يعني بار نصرف الاعتمادات لازم يكون عندي نشاط، ما نقدرش نصرف الاعتمادات على مستوى البرنامج، لازم يكون عندي نشاط. يعني الهدف تاعنا انه نوصل الاعتمادات لهذا المستوى، وهو الهدف تاعنا والتكوين تاعنا كيف راح نوصل الاعتمادات وتكون الاعتمادات محمله بأهداف. يعني التقسيم هذا هو التقسيم حسب نشاط، يعتبر النوع الأول من التقسيمات. تقسيم حسب، نعاود، حسب النشاط يتكون من محفظة البرامج والبرنامج الفرعي والنشاط الفرعي. هذا يعتبر تقسيم مهم ويظهر فيه المسؤولين الجدد، هم الجدد قدم. مادام قلت هنايا مدير ولائي مسؤول نشاط عنده الدور تاعه كمدير ولائي، هو يقعد وجوده الدور في الجانب المالي كمسؤول نشاط. عندك مسؤول برنامج اللي هو مدير عام على المستوى المركزي، نزيدوه دور جديد اللي هو مسؤول برنامج. هذا يعتبر تقسيم حسب النشاط. كاش ما كاين اسئله لهذا المستوى؟ زدوا ركزوا في الواحد هذا، في التصنيف حسب النشاط اللي هو. كاش ما كاين سؤال في شي هذا؟ ملاحظه مهمه، تفضل. لا، يقدر يكون مسؤول نشاط، ولكن مسؤول البرنامج ما يقدرش يصرف الاعتمادات وحده. مسؤول برنامج لازم يكري نشاط باش يصرف من الاعتمادات. هذه نقطة مهمة ونقطة محورية وفارقة في عملية تسمى قاعدة. ما دام عندك برنامج لازم تكري نشاط وتعطيه مسؤولية. كي تعطيه نشاط وتعطيه مسؤولية يصرف الاعتمادات. ما يقدرش مسؤول برنامج على المستوى المركزي ولا المستوى المحلي انه مسؤول برنامج راح يصرف سؤال ديريكت. لازم يقسم الاعتمادات نتاعو الصح، البرامج نتاعو الاعتمادات اللي عنده يقسمها مع الأنشطة ويزيد يعين مسؤول النشاط باش يقدر يصرف الاعتمادات. مسؤول النشاط يقدر يصرف الاعتمادات؟ بيان سي يقدر يصرف الاعتمادات، هو التقسيم عملي. ما دام قلنا تقسيم عملي، ما دام كاين مسؤول أو الوظيفة نتاعو في الوظيفة المالية هو الالتزام والتصفية والأمر بالدفع والدفع. يعني عند الاقتدار، ماهوش كل نشاط لازم يكون عنده نشاط فرعي، ولكن كل برنامج لازم يكون عنده نشاط واحد على الاقل باش يصرف مع الاعتمادات. وعادة الانشطة راح يكون حسب الحالة. تفضل. حسب ما فهمت، احنا المؤسسات العمومية الإدارية، المؤسسات العمومية اللي لا بك نقول لك احنا، يعني سامحني، لا بك نقول لك كيف هو النشاط. كاين انواع من النشاطات، كاين نشاط
ينفذ على المستوى المركزي يعتبر نشاط مركزي. معناتها قد الوزارة وسيلة تحكم الاعتمادات، أخي هكا معانا. وكيعود ينفذ على المستوى المحلي على مستوى الولايات والمديريات يعتبر نشاط غير مركزي. وشي في مستوى فيما يخص مؤسسة العمل الطبع الإداري، بس من المؤسسة العمل الطبع الإداري لا راهي محفظة برنامج، لا راهي برنامج، لا راهي برنامج شرعي، لا راهي نشاط، لا راهي نشاط فرد. وش؟ ويذكر لكم وش هي؟ إذا ما عباش عباش تفهم وخلاص. وش هي المؤسسة العمل الطبع الإداري؟ عندك على مستوى كل وزارة يقرر المسؤول برنامج يدخل مؤسسة عمومية عباش تنفذ، عباها تنفذ وحده، وش يدير لها؟ يجري نشاط على المستوى المركزي. النشاط هذا على المستوى المركزي تخرج منها إعانة، تخرج منها هناك نفقة، وتدخل مؤسسة كإيراد. تجيك من تجيك مقرر إعانة، تجيك مقرر إعانة تدخلها في البجي عندك، تعمل على أساس البجي. أما بالصرف رئيسي يبقى، يبقى له بصفة يعني. وش يجي هو؟ وش يجي؟ يجي إعانة. سامحين، تجي إعانة، تجي إعانة من نشاط المركز، إذا ما تحطيشها محل، تجي إعانة من نشاط المركز، يخرج مقرر إعانة، مقرر إعانة تلحق عند مدير مؤسسة، كي تلحق عند المؤسسة يحكمها، على أساسها يخدم البودجي تاعها، ويعيط على مجلس الإدارة، ومن بعد يديها للتسنية وفق إجراءات محددة، ومن بعد يخدم نورمال، يعني تقدر تقول بالطريقة القديمة. كان تقبل شوف نحكي معاك، كان تقبل قرار وزاري مشترك، تقبل مقرر إعانة. إيه تعقبها، جاتك بإعانة، جاتك بإعانة، تسمى. هي على روحها تجيك بحسب الطبيعة، ولكن أنت إعانة كي جاتك، جاتك إعانة كي جاتك إعانة، كنت نشاط يجيك مستخرج. العلاقة، شوف يا جماعة، العلاقة بين البرنامج والنشاط يلحق له الاعتمادات عن طريق مستخرج إكستري، ولكن العلاقة بين البرنامج والمؤسسة العمومية هي يكون انترميديار بينيتهم نشاط مركزي، وتكون يبلغ عن طريق إعانة، ما يبلغش عن طريق إكستري، عن طريق مستخرج، يبلغ عن طريق إعانة. كي يخدم الإعانة هذيك يخدم بجي تاعو نورمال. خل جات شغل جاهز قبل القرار الوزاري المشترك ويبدا يخدم، راح تجيه أكيد كيف قالت الأخت، راح تجيه ممكن هاو البرنامج، راح يجيه البرنامج اللي جا منه الإعانة أكيد، مادام قلنا راح يخرج إعانة من البرنامج، راح تجيك البرنامج يجيك منها الإعانة أكيد. إيه راح يجيك برنامج، ولكن جيتك بإعانة، ما جاكمش إكستري، كي يجيك بإكستري معناتها بأكم نشاط. تفضل. إذا شوف شنو كيما كنت دوك تجيك بإكستريم ودوك مديرية الخدمات تجيكم نشاط، تجيكم نشاط. إذا كان يجيكم إكستري راكم نشاط، إذا كان يجيكم مقرر إعانة راكم مؤسسة عمومية ذات طبع إداري. نتوقف عند هذا الحد، يعطيكم الصحة وحسن الانتباه، ونواصلوا غدوة كيش ما كان سؤال كيش ما كان حاجة. شكرا جزيلا، غدوة إن شاء الله. صح. Thank you.